اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ورجعت لكم اليوم الجديد بدبارة جديدة، مع انه الطقس بارد معناتها ومطر ما شاء الله، ان شاء الله غايث نافع. باش نعملوا مع بعضنا حويجه جاريه اللي هو شوربة العدس. خديت هوني الطنجره نتاعي، حطيت فيها قصت فيها بصله، وحطيت شويه الزيتونه. سا ديبون انتوما معناتها الكونتيتي تاع العائله وطنجرتكم، انتوما تعرفوا. باهي، حطيت بصله، تنجم تحطوا بصل الاحمر لابيف كيما تحبوا، انا عندي الاحمر. قصيتو، تقصو خشين نورمال ما يقلقش، ومن بعد باش معناتها يترحق. وعندي هوني بيان سور العدس، غسلتو مليح وصفيتو، باش نصبو توا على البصلة والزيت باش نحطو يتقلى. الريسيت هذي بقدرة ربي تعجبكم وناجحة، نتصور برشا ناس يعتمدوها ويحبوها. توا باش نحطها على النار. وبالنسبه لبقيه لي زانغريديون، عندي فول مصري، فول مصري اختياري معناتها كيما تحبوا، وعندي كعبه بطاطا باش تخفر لنا السوب نتاعنا. وبيان سور اللي يحب يزلق الصغار ومعناتها قرع اخضر، انا عملتها مره بالقرع الاخضر، تحبوا تحطوا فيها قرع احمر كيما تحبوا. انا اليوم باش خليها جوست معناتها هكايا فول مصري عدس وكعبه بطاطا. باش نزيد شويه ونصب الفول المصري والبطاطا كي تهز غلوه من بعد ما نمرق ونحطوها. كما تشوفوا هوني العدس نتاعنا والبصله قاعدين يتقلاو، خليهم يتقلاو حتى يتبدل العدس يرتاح. وكما قاعدين تشوفوا، سامحوني على البابور، العدس بدا يتبدل لونه، باش نلحق عليه الفول المصري، خليه زاد يتقلى معاه شويه، من بعد التياب نتاعهم يجينا ساهل. نتوا باش نمرق السوب نتاعي، بسم الله. نتوا باش نفوقو بشوية ملح، باش نحط تيبل وكروية وكركم. نزيدهم الثوم، خليته بقشرته، وكعبة البطاطا قصيتها، بسم الله. خليهم توا يتشيبو مع بعضهم، كي يهزو غلوة نزيدهم الهريسة العربي والطماطم. هوني مغرفة طماطم مليانة توا، ونجمو نحطو توا الهريسة العربي راهو اللي أنا خاطر ولدي ما ياكلش الحار، بعد ما تشيب نحط نحيلو بايت ومعنتها ونزيد الهريسة العربي. اما بالنسبه لي ياكلوا الحار عادي يحطوا توا الهريسه، ونخليوها تغلي للي تيب، ومن بعد باش نرحيوها ونشوفوا مع بعضنا شربتنا كيفاش حضرت. والسوب نتاعنا حضرت ورحيتها، نوتكم لنجهيكم، جربوا الروسيت تجي بنينه برشا، تنجموا تزيدوا معاها طاجين بريك شنو انتم تحبوا، بيتزا. فرغوني شويه في الصحفه، بسم الله. باش نعمل فوق منها رشه كمون، بيان سور ديما نقولوا للي يحب دوب ليش ما نكثروش، تجي بنينه برشا بالكمون. جربوها وان شاء الله تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتقابلوا في فيديو جديد. باي باي.